في محافظة رفح الهدوء الحذر هو سيد الموقف حتى هذه الساعة، لكننا نسمع دوي انفجارات عنيفة من منطقة محافظة خان يونس التي تتعرض للقصف الإسرائيلي وللعدوان الإسرائيلي، ولم نتمكن حتى هذه الساعة من معرفة ما الذي يجري هناك، ما الذي يدور أو حول ارتفاع أعداد الإصابات أو الشهداء، لكن محافظة رفح كانت مسرحا لعمليات الجيش الإسرائيلي. أيضا منطقة المصدر وسط قطاع غزة كانت هناك فيها سلسلة من الغارات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي. منطقة تل الهوى أيضا تعرضت للقصف. مخيم الشاطئ في مدينة غرب مدينة غزة تعرض للقصف. بيت لاهيا كان فيها أيضا سلسلة من الغارات والقصف المدفع الإسرائيلي. هذا تزامن كله مع استمرار التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في جميع أنحاء محافظات قطاع غزة. وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب أكثر من 20 مجزرة خلال الساعات 24 الماضية، استشهد خلالها قرابة 190 شهيدا، وأصيب أكثر من 340 بجراح مختلفة، وأدخلت العديد من الإصابات إلى غرف العمليات في محاولة لإنقاذ حياة الجرحى. هذه هي صورة التطورات الميدانية في جميع محافظات قطاع غزة حتى هذه الساعة.